نقطة اللي هي قاعدة الهدف بره الأرض بهدفين. هو بصراحة في أفريقيا ما ينفعش تتلغي. أفريقيا دايما أفريقيا ملاعب خصوصيتها تحكيم لا هتقول لها الملاعب ملاش طقس هتلاقي كل حاجة يعني أنت النهاردة في شتاء تروح تلعب هناك في صيف أندية مثلا أندية بتتمسك باللعب مثلا نهارا ويقول لك لا إحنا من حقنا نلعب الصبح زي ما أنتم من حقكم بتلعبوا في مصر بالليل زي طبعا بنشوف أخطاء تحكيمية غريبة جدا فأنت الجول اللي أنت بتجيبه بره ملعبك ده فعلا بيساوي هدفين سواء الأندية المصرية لما بتروح تلعب بره او الانديه الافريقيه لما بتيجي تلعب في مصر طبعا او في شمال افريقيا عموما لان الفوارق بين اهلي زمالك ترجي والفرق التونسيه والجزائريه ومصر لا فوارق كبيره جدا اللي مؤخرا بدا يعني يزق شويه هنلاقي سيمبا في سان داونز طبعا في مازيمبي هم دول الفرق يعني هتلاقي افريقيا كلها حوالي 5-6 انديه والباقي من متوسط يعني هنختزل يعني هروح برضو معلش لامير في الجزئيه دي هنختزل ال5-6 فرق في افريقيا دول واحنا عندنا منجم الذهب في افريقيا كله منور كل ملعب الاوروبيه امير هي برضو هي النقطة المهمة كيفية صناعة فريق بطل الفرق اللي بتقدر تصنع أبطال أو تقدر تصنع فريق بطل أو عنده شخصية البطولة مش سهلة اللي عنده المقاومات دي أندية قليلة في أفريقيا منهم طبعا أو على رأسهم النادي الأهلي بكل ما لديه من إمكانيات وخبرات وخلاص بقى متمرس لو بصيت في النهايات الأفريقية من بداية الألفين الحالية كم مرة وصل النادي الأهلي النهائي ما تعدش يعني عدد مهول آخرهم أربع سنين آخر أربع سنين موجود في النهائي فمن 2020 موجود في المباراة النهائية فعشان كده قدرة الفريق على الوصول للمباراة النهائية أو بناء فريق قوي قدرة النادي على بناء فريق قوي دي مش يعني مش ميزة متوفرة لكثير من أندية أفريقيا كان في وقت من الأوقات مازيمبي طبعا اللي هيواجه النادي الأهلي في المرحلة القادمة من البطولة وطبعا رئيسه التاريخي مويس كاتومبي وقدرته على يعني شراء لاعبين واستقطاب لاعبين وكسح يعني طبعا هتبقى حاجة يعني مثيرة أو يعني مرتقبة بشكل كبير سان داونز طبعا والفترة اللي كان تحت رعاية أو رئاسة موتسيبي ما ابنه خد طبعا بالظبط فهي مؤسسة موتسيبي عموما هي اللي كانت بتدير النادي أو يعني بس أقول لك حاجة أنا كنت موجود في 2017 مع نادي الزمالك في جنوب أفريقيا وعملت لقاء مع موسيماني احنا متقدمين قوي يعني النادي ده اللي انت بتقول لصاحبه صاحب مناجم ذهب والماس وحاجه غني جدا نادي جدا عادي جدا يعني مع احترامنا انديه عندنا في القسم الثالث اقوى في البنيه التحتيه منه صحيح يعني موضوع البنيه التحتيه طبعا مصر تميز بشكل كبير جدا خصوصا في السنوات الاخيره ابتدينا يبقى عندنا شفنا طبعا مؤخرا استاد مصر العاصمه الاداريه حاجه مفخره يعني لكل المصريين وكل الافريقيا عشان كده فكره مقاومات البطوله مش سهله لاي فريق زي ما بيقول باهي يمكن سيمبا ابتدى يبقى عنده كره كويسه يمكن عبد الحق بن شيخه المدير الفني ابتدى يعني يبقى معاه كره كويسه ابتدى يبقى فيه لعيبه تقدر تؤدي لكن عند الوصول للادوار النهائيه الحسابات بتختلف مش صعب ان انت تتاهل على مجموعتك في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه لكن طبعا مرحله الادوار الاقصائيه دي زي ريال مدريد كده في دوري الابطال بيبقى عارف طريقه ازاي عشان كده الاهلي مميز في الحته كلامك ده هعمل بينه نقله عشان قبل ما اطلع لفصل سريعنا باهي يعني نقدر نقول زي ما قال امير النادي الاهلي متمرس نادي الزمالك ايضا له يعني تاريخ كبير جدا مع الكره الافريقيه شايف ان شاء الله يمكن نبقى الفريقين من مصر الاهلي في دوري الابطال والزمالك في الكونفدراليه اقرب الى اللقب بالطبع طبعا الاهلي اقرب الفرق بشكل كبير جدا الاهلي بخبرات شعبيه جماهيريه شخصية البطل فعلا كما يقال سان داونز هو طبعا المرشح الثاني انا بشوفه دايما المرشح الثاني بمناسبه اخطاء التحكيميه امبارح كان في خطا فضيحه صعد بسان داونز للدور قبل النهائي بوجود الفار عشان كده بقول افريقيا ليها طبيعه خاصه من الممكن اللي يغير الفار امبارح في ماتش سان داونز لا الماتش الاهلي امبارح كم مره تعطل الفار وهو فعلا بلغ الحكم الفرقتين ان هو ما فيش فار هنكمل من غير كابتن فرقه وكابتن فرقه وجهاز فني وجهاز فني بالظبط كده هي اللائحه بتقول كده لكن دلوقتي ممكن اللي يغير مفهوم الكره الافريقيه كاس العالم الانديه اللي هي 32 فريق اللي هي كل اربع سنين ده كتدفع الانديه اللي هي تضخ استثمارات جديده سيمبا بقى فيه تجربه جديده احنا بقينا نشوف لعيبه عرب بتروح تلعب في افريقيا يعني سان داونز كان فيه مدافع مغربي حارس المرمى امبارح بتاع سيمبا او حارس مرمى اعتقد مغربي او جزائري فدلوقتي الكره اتغيرت لكن انت عشان تصنع فريق بطل لازما قوه اقتصاديه الاهلي متفوق والفني عبد الحق بن شيخه والمعد البدني برضو اللي الله يرحمه وحسين اللي برضو كان تونسي بالظبط يعني كده شفنا في محل الاداء في سان داونز كان مصري خالد علي فدلوقتي الكوره في افريقيا هم 5-6 انديه اللي بدات تبص اللي هي احنا هنعمل بقى اللي هي المشاريع الرياضيه طويله الاجل عشان ننافس شمال افريقيا بل بالعكس دلوقتي بدات تتفوق على الترجي والنجم الساحلي ان هم بداوا يبعدوا عن الصوره تدريجيا وبيحاولوا يرجعوا لكن في صعوبات كبيره لان المرتبات والقوة الاقتصادية في مصر أعلى بكتير جدا من تونس والمغرب والجزائر وده اللي شفناه لاعبي تونس والمغرب والجزائر كتير في مصر الفترة الأخيرة